حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جويريه عن نافع عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها اشترت نمرقه فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذنبت قال ما هذه النمرقه قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه الصوره